هذا وهنا اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى فريق مركز شباب سافرة بمناسبة تحقيقه لقب النسخة الرابعة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة القدم في الصالات تحت شعار ملتقى الأجيال والذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة. كما هنأ سمو فريق الصم بمناسبة فوزه بلقب النسخة الأولى لدوري خالد بن حمد لذوي الإعاقة لكرة القدم في الصالات. جاء ذلك خلال تتويجه للفريقين بصالة الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بحضور سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة السيد هشام بن محمد الجودر والرعاة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وكبار المسؤولين. وأكد سموه أن فريق سافرة يعد من الفرق القوية والمتميزة التي شاركت في دوري خالد بن حمد في النسخ الماضية، مشيدا سموه بإدارة الفريق الذي استطاع أن يبني فريقا قويا من الشباب. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمستويات الباهرة التي قدمها لاعبو فريق سافرة في المباراة النهائية بعد مباراة مثيرة ومتميزة لعبها أمام فريق مركز شباب الزلاق في إنجاز جديد يحسب للفريق بكافة منظومة عمله، ويؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذت من قبل إدارة الفريق في ضم مجموعة من اللاعبين الشباب المتميزين. كما وأثنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على المستويات الكبيرة التي قدمها فريق مركز شباب الزلاق طيلة فترات الدوري وتأهله إلى المباراة النهائية، متمنيا سموه للفريق التوفيق والنجاح في النسخ المقبلة. وقال سموه إن التوجيهات بإقامة دوري لذوي الإعاقة جاءت حرصا على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والتي لطالما كانت داعمة وحريصة على رعاية فئة ذوي الإعاقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجتمع البحريني. معربا سموه عن ارتياحه الكبير لسير منافسات دوري ذوي الإعاقة في نسخته الأولى، ومهنئا فريق الصم بإحراز اللقب الأول. وأشار سموه إلى أن الحماس الكبير الذي كان يتمتع به الفريق كان من الأسباب التي جعلته يحرز اللقب. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن ما شهده دوري ذوي الإعاقة يعطي مؤشرا على النجاح الكبير الذي حققته وزارة شؤون الشباب والرياضة في استقطاب فرق ذوي الإعاقة بما يشكل تجمعا خاصا لهذه الفئة ووسط تنافس شريف وحماس كبير، مضيفا أفتخر وأعتز بتواجد إخواني من ذوي الإعاقة في هذا الدوري. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته منافسات هذا الحدث، مؤكدا سموه أن الحضور الجماهيري كان متميزا ومن أسباب نجاح المهرجان الختامي. هذا وقد كرم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الشركات الراعية والجهات الداعمة بالإضافة إلى تتويجه لفريق الصم بالميداليات الذهبية بعد حصوله على المركز الأول وكأس النسخة الأولى لدوري خالد بن حمد لذوي الإعاقة، فيما قلد سموه فريق الإعاقة الحركية بميداليات المركز الثاني. بعدها قام سموه بتتويج فريق مركز شباب سافرة بميداليات المركز الأول وكأس النسخة الرابعة من دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية.
يتسابق الناس للأفعال ويتسابقون أيضا في الأقوال، ونقصد الإيجابية منها، وهذا الأمر سيستمر جيلا وأجيال. ودوري خالد بن حمد هو ملتقى الأجيال، إذ شهدت النسخة الرابعة من دوري خالد بن حمد مشاركة واسعة من المراكز الشبابية. أنا أشكر حقيقة كل من ساهم وساعد وقدم ونظم هذه الفعالية. أشكر مراكز شبابية اللي كانت حريصة على المشاركة. أشكر على رسم سمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته واحتضانه للنسخة الرابعة من هذه البطولة، ونتمنى أن نرى هناك تطور أكثر مثل هذه البطولات في النسخ القادمة إن شاء الله. وشفنا الروح اللي موجودة بين الشباب والتنافس بينهم، وهذا شيء مو بغريب على سمو الشيخ خالد بن حمد لدعم هذا النوع من الفعاليات وتكون تحت رعايته، وخاصة بالإضافة إلى أن هذه السنة تم إضافة المعاقين للبطولة للمعاقين في هذه البطولة. أهداف نبيلة ومعان جميلة رأت النور بعد المبادرة الإنسانية لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بإنشاء أول دوري لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة، والذي أقيم بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة، وكان لهذه الخطوة أثرا كبيرا في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع. الإعاقة هم مستانسين بها البطولة لأن هم يلعبون يا اللاعبين الأسوياء، وبطولة هذه شرف لهم أن يشاركون في هالبطولات هذه. احنا في بابكو نفخر صراحة بشكل كبير برعايتنا البلاتينيين لدورة سمو الشيخ خالد بن حمد في نسختها الرابعة والنسخة الأولى لذوي الإعاقة. وفي الحقيقة يعني هذه مو بغريب، لأن من بداية البطولة قد ذهبت من نجاح إلى نجاح أكثر، وصراحة نظرة إلى الابتسام والفرحة على وجوه هذه الفئة والتي يدأب سمو الشيخ خالد بن حمد والقيادة الرشيدة على إظهارها في المجتمع وإدماجها في المجتمع، يعني تعوض عن كل ما يمكن الإنسان يتخيله. أنا سعيد جدا أن هذه المرة وهي السنة أصحاب الإعاقات أيضا اللي هم جزء مهم جدا من المجتمع، والدول الراقية هي الدول التي ترعى هذه الفئات وهذه المواهب لأن عندها كثير مما يمكن أن نخرجه. لقب النسخة الرابعة من دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية توج به فريق مركز شباب سافرة، وذلك بعد تفوقه في المباراة النهائية على مركز شباب الزلاق، ليتوج بذلك سافرة بأول لقب له بالدوري الذي يعتبر تجمعا شبابيا يضم الرياضيين من مختلف مدن وقرى البحرين. الحمد لله الحمد لله، حققنا البطولة، بطولة غالية على كل بحريني، تحمل اسم غالي علينا سمو الشيخ خالد بن حمد أبو الشباب. الحمد لله حققنا البطولة بعد ما تأهلنا مرتين للنهائي، والثالثة الحمد لله كانت ثابتة. ضربة الترجيح، ضربة حظ، توفيق بيد رب العالمين. أشكر جميع اللاعبين والمدرب والإداريين على كل ما قدموا لنا، وإن شاء الله بإذن الله نستمر مشاركتنا في البطولة والمنافسة إن شاء الله عليها بإذن الله. القيم والأخلاق وروح التعاون والانضباط بالإضافة للروح الرياضية أمور تجسدت في دوري خالد بن حمد الرابع للمراكز الشبابية والأول لذوي الإعاقة، فأهداف إقامة الدوري كبيرة للغاية، وهي أكبر وأبعد من الأمور التنافسية والفوز والخسارة. من صالة الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين، حمود الجيب لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين.